الأول. This is my second year with Al Barak, so I'm very impressed with the range and the standard of research projects, the posters, the presentations, and the models. بالحين الأفكار اللي شفتها ما شاء الله يعني كلها تبشر بالخير. طالبات كلهم eager يبون يعملوا أحسن يبون يقدموا أحسن. عاد ما بالتعامل مع الطلاب صار عندي فكرة إنه كمية الإبداع عند الطلاب فعلا كمية ممتازة. الطريقة اللي بيفكروا فيها الطلاب بقطر هي طريقة مشجعة. برنامج كويس لكل الشباب والشابات اللي أول عندهم على التفكير التحليلي، ثاني على الابتكارات وعلى التعاون مع بعض على طريقة الإلغاء والثقة بالنفس. شفت فيه أفكار مبدعة أصيلة جيدة بتنم على أن الطلبة عندهم استعداد لو لقوا اللي يتبناهم. أعتقد هاي يمكن السنة الرابعة أو السنة الخامسة وهم يطرحون هذه الفكرة، فكرة ممتازة جدا. تطور الطلبة على أساس ابتكار المشاكل البحثية اللي ممكن الشخص أنه يستغلها لدراسة العليا في المستقبل. اللي حابه في اللي أنا شايفه أنه هم كثير متشجعين لهذا الموضوع وكثير حابين أنه هم كانوا جزء من هذا المشروع، وحبهم لبعض وشغلهم مع بعض كفريق واحد. أنا أحس أن الطلاب مستفيدين كثير من هالبرنامج، وما شاء الله يعني حاليا على الحين السكند ايفنت شفنا طاقات جباره طلعت من سواء من الشباب او البنات، مشاريع جدا مبتكره ولها مستقبل. المكسب الاساسي هو المعرفه في حد ذاتها والمعرفه العمليه، يعني غير المعرفه النظريه، اعطاء الفرصه للطالب انه يبحث ويعمل شيء بيده غير الكتب النظرية. It's a very good program. It helps students understand more about science and engineering and help them develop the ability to have critical thinking and to think how research is done. حقيقة أنا بشجع على هذا لأنه بشجع الطلاب على البحث والإبداع والخلق شيء جديد في حياتهم، بعودهم على قضية اللي هي الابتكار والبحث. في جدا مشاريع يعني انا انبهرت لما شفتها كيف يستخدمون الاشياء البسيطه، التكنولوجيا البسيطه الموجوده، انهم يعني ينفعون المجتمع من خلالها. ففكره جدا ممتعه وفكره جدا تطبيقيه يعني ممتازه يعني بصراحه. احنا في دوله نحتاج الى طلاب في مجال الستم اديوكيشن اللي هي مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات. كل شيء في الصناعه يبتدي من فكرة، ليس المهم أن الفكرة تطبق 100%، لكن بداية الصعود على 100 درجة في السلم من الدرجة الأولى. التحدي كان كله لمصلحه قطر، لان احنا نثبت ونطلع بروجكت في قطر. يعطيكم العافيه كلكم، ما قصرتوا. اعتقد اليوم كل الافاتير ما خاصه. احنا صراحه يوم كنا في الثانويه في الاعداديه ما كانت عندنا الفرص. دخلنا هندسه وتخرجنا من هندسه بس ما حد شرح لنا شنو اصلا هندسه او شنو الريسيرش اللي موجود. شارع كلها شارع ممتاز جدا جدا. شفنا يعني أشكر جميع المعلمات والأساتذة اللي دخلوا، أحترمكم هم الجد الخفي وراء المجهود الطيب هذا اللي ظهر، وشكر خاص لكم صراحة. أنا أشكر جامعة قطر على مشروع الدايرة وأشجعها على استمرار هذا المشروع. This poster competition winner is Khaldoun from group 9. Name of the school, Muhammad ibn Abdul Aziz bin Mani. The first is Salis, the product group, plutonium
سكول البيان. أحمد محمد السكيل. الشمال الإيفنتس سيدنا سكول جينياس البيان. الأول. الخور.